لا جال القصايد لازم نزان بدع القاف نسخ صعبة من فضل عالي الشاني وبنت الرجال اللي مواقفهم تنشاف شريكة حياتي وصفها بالشعر زاني لا جال القصايد لازم نزان بدع القاف نسخ صعبة من فضل عالي الشاني وبنت الرجال اللي مواقفهم تنشاف شركات حياتي وصفها بالشعر زاني ام محمد اللي من خذا مثلها ما خاف عقيدة وتخشى الرب في كل الأحيان بعد الماجستير اللي خذتها هجوس طاف على غابة الأشعار وجزلة قفاني خلق عالي داعية تكره الإسراف كريمة ومحتاج ما هو تأثيرها باني نقية تقية وافية ما عليها خلاف لها أسلوبها المؤثر والجاذب للعياني وتعليمها عالي ومجهودها ينشاف جهود تخص الدين وتخص ورعاني وافية ومحبوب ليس الوحيدون ولكن الأقدم.